حق في الحصانة. هنالك أيضا فريق يناهض هذا الاتجاه ويعتبر أن الحصانة ليست مطلقة، ونحن نميل إلى هذا الأمر أنه لا توجد حصانة مطلقة ولا توجد سيادة مطلقة ولا يوجد شيء إطلاق في الحياة الاجتماعية أو السياسية أو كل المجالات، لا يوجد فيها إطلاق إلا الله سبحانه عز وجل مطلق واحد، لا يوجد مطلق آخر. وبالتالي الوقوف على هذه المدرستين من الضروري أن نتعرف بأنه لا يمكن التعامل مع مفردة الحصانة إلا بمستوى وعي معين، وإلا بدون إدراك هذا أنا أعتقد سنواجه مشاكل مثل ما حصلت في تاريخ العراق من معارك فكرية وبالتالي اجتماعية. ولكن للأسف الشديد في ظروفنا الحالية تجاوزنا هذا النشاط والمعارك الفكرية إلى